العون والتوفيق والسداد والنجاح. التحية متجددة بتجدد انطلاقاتنا في أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه التظاهر الرياضية الكبيرة والكرنفال الشعبي الجميل هنا من مهرجان ولي عهد دبي، لينطلق شوطنا الثامن بحفظ من الله وتوفيق حاملا لمنافسات الجعدان. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين لأبدأ أسير مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط ليتابع المقدمة الأولى. هناك من يتواجد على ركب المقدمة والصدارة، الذيب يتقدم بشعار محمد بن سهيل بالاسود العامري، ولكن التغيير هنا من الساعي. وصل سلالة الساعي يتقدم بشعار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. انتقل واتحول الى المركز الثالث لاجد معشوق لراشد بن سعيد بن راشد المنصوري، والمركز الرابع والتغيير الى المركز الثالث هنا في هذه اللحظة. أجد هنا عز الجيش بشعار ناصر بن غانم بن ناصر بن حتروش المنصوري، يأتي هنا على المركز الثالث ورابع المراكز. هناك مع هداشة محمد بن عبيد بن يميع السبوسي يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم هنا. والتقدم الآخر من انطلاقة المركز الخامس، من يتقدم ويتحرك؟ ما شاء الله، اشتدت المنافسة يا جماعة، بدأت المنافسة مبكرا في هذا الشوط. والتقدم الجميل أراه من حفيت كالحفيت شامخ، يتقدم هنا بشعار عبد الله بن علي بن عبد الله المريات في هذه اللحظات. وبن سرود يتدخل من العمق، يتدخل بالأداء الكبير مع انطلاقة أيضا معزز علي بن عبيد بن سالم الخيلي، ياتي في هذه اللحظات. والتقدم من ولا متوه؟ هذا متوه، يتقدم في هذه اللحظات الجميلة لمبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي. وارى هناك مع هذا الأداء الكبير أرى التقدم الآخر هنا في هذه المنافسة الجميل. هناك مع صفوان القادم لسالم بن عامر المدهوشي، وأرى قدوم آخر هناك من الطاير خميس بن هدوب خميس بن هديب بن جربوع الربيعي، يتقدم في هذه هنا. هناك خميس بن هديب بن قعروب الربيعي ياتي في هذه اللحظات، يتسلل هنا على مقدمة هذا الشوط. المركز الثالث أرى تدخل أيضا من حشيم سعيد بن محمد بن حمد الدرعي، ياتي في هذه اللحظات، ياتي بهذه المنافسة الكبيرة، ولكن بن قعروب يتقدم على الصدارة، يتقدم على المركز الأول مع انطلاقة الطاير خميس بن حديب بن جعروب الربيعي، يسير إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أهالي رماحة يتقدمون مع معزز علي بن عبيد بن سالم الخيالي. المركز الثالث أرى وصول، أرى قدوم، أرى هناك شديد عبد الله بن محمد بن حادة او عبد الله بن مطر بن حادة، ولكن التغيير هناك مع انطلاقة ايضا دقاس القادم في هذه اللحظات الجميلة، هنا مع ايضا محمد بن مطر بن طارش المنصوري يغير الى الصدارة.
هناك مع مقدمة الأداء، مع مقدمة التحدي، هنا دقاس، دقاس يسير إلى المركز الأول. شوفوا للمركز الثاني، هناك مع المركز الثاني شديد عبد الله بن مطر بن حادة الاكتبي بالأداء الأخير بالمنافسة ما بين بن حادة وما بين المنصوري بن طارش. وأرى المركز الثالث وصولا من برزان أحمد بن معيوف بالكدش العامري. الله يا سلام، اللحظات الأخيرة بالكدش 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 مع برزان، برز برزان، برز برزان في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك برزان أحمد بن معيوف بالكدش العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل هناك مع المركز الثاني هو شديد عبد الله بن مطر بن حادة الاكتبي. المركز الثالث كان مع المركز الثالث دقاس محمد بن مطر بن طارش المنصوري. المركز الرابع هناك كان مع عيدة الطياري حميد بن حليس بن سعيد العفاري. المركز الرابع كان هناك منذر مبارك بن راشد بن عبيد بن طغيش الاكتبي من كان مع المركز الخامس في هذا الأداء الجميل. إذن متابعين الكرام، مستمعين الأفاضل، منافسة قوية وأداء كبير برز به برزان في اللحظات الأخيرة وحقق هذا الفوز والانتصار. تهانينا لأحمد بن معيوف بالكدش العامري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 5:54 وجزء واحدا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان حاضرا شديد لعبد الله بن مطر بن حادة الاكتبي، وتوقيتها الزمني 5:55 وجزئين من الثانية. تهانينا على هذا الأداء الكبير. المركز الثالث كان دقاس بشعار محمد بن مطر بن طارش المنصوري، والتوقيت الزمني 5:55 وستة أجزاء من الثانية. تهانينا للجميع.